النهارده انا هبني تشكيله مكونه من اسرع لاعب لكل فريق باستخدام عجله الحظ دي، ولازم العجله تطلع لنا احسن لاعبين موجودين في اللعب، عشان في اخر الفيديو لو التشكيله بتاعتنا نقصت عن ال 90 ريتنج هعمل كويك سيل للاعب عشوائي قصاد كل ريتنج هينزل عن ال 90. فخلونا نشوف اول نادي هيطلع لنا هيكون مين. بسم الله الرحمن الرحيم، اي سي ميلان يا جماعه. ماشي، من اي سي ميلان يا جماعه في 2 لعيبه عندهم نفس البيس بالظبط في اف سي 24 وهو 98 بيس، الاخ تيو هرنانديز والاخ اللي هو رافائيل لياو. انا رايي يا جماعه ناخد تيو هرنانديز، ما اعرفش ليه، انا شايف ان هو يعني هيفيدنا اكتر الحقيقه، وبالمره نامن بقى الدفاع بدري عشان احنا لم ناتي في الدفاع. فاول لاعب معانا يا جماعه هيكون تيو هرنانديز، عامل حوالي 225000 كده. قبل ما نشوف النادي اللي بعده ابتداء من دلوقتي هيكون عندنا سؤال عشوائي لازم نجاوبه عشان نقدر ان احنا ناخد لفه زياده في حاله ان اللاعب اللي طلع مش جامد قوي يعني. فتعالوا نشوف يا جماعه السؤال اللي هيطلع لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، 5 لاعبين. حلو، دلوقتي انا مطلوب مني اذكر 5 لاعبين بيلعبوا معاه في نفس الفريق اللي هو اي سي ميلان يعني، فسهله. ما مينو حته كده فرنش، عندك رافائيل لياو اللي احنا كنا محتارين بينه، ماشي، توموري، ايوه 3 اهو. ايه ده، انا هعطل ولا ايه؟ انا عايز 2 كمان. مين المهاجمين بتوع ميلان؟ جيرو كده 4، ناقص لنا واحد. مين ناقص لنا واحد؟ ناقص لنا بوليسيتش، عندك بوليسيتش كده 5، وفي واحد اكسترا من عندي الاخ اللي هو لوتس سيتشيك كده اللي هو طلع لنا في التوتس من فتره كده. فكده احنا عظمه قوي، نقدر اللفه اللي جايه لو النادي طلع مش حلو او اللاعب طلع مش حلو نقدر نلفها كمان مره بقى يعني فاهم. فبسم الله الرحمن الرحيم خلينا نشوف النادي اللي هيطلع لنا. ايه ده، ايكون. حلو كده، انا اقدر اجيب اي لاعب ايكون على مزاجي من اللعبه كلها، فلا اكيد مش هنستخدم اللفه بقى يعني، احنا مش هنتجنن. هو حلو ده. ليتر بعد البحث والتدوير المطول يا جماعه، اكتر لاعب عنده بيس عالي في اللعبه كلها داخل اطار الايكونز هو جارزينيو الجولازو، عنده 96 بيس. مش عارف ازاي جارزينيو اسرع من بقيه خلق الله، بس تمام يعني. ده حتى في بعده يا جماعه هنري، ماشي، وار 9. ده لقد فوجئت ان هنري اسرع من ار 9، او لا مش اسرع، ده هم نفس البيس. بس يعني تمام مش مشكله، احنا جارزينيو هو اسرع بني ادم فيه. طب يا جماعه للاسف جارزينيو الجولازو عامل حوالي 2800، احنا معانا 1,800,000، ففي فرق كده 1,000,000 كوين، ولا نستطيع ان نشتريه، لذلك بمنتهى الشياكه هنشتري النسخه الاقل منه على طول، نسخه ال 90 ريت. فرق بقى قد ايه؟ 4 بيس عادي. تعالى يا عم جارزينيو 740 يا جماعه، وهندخله التشكيل عادي جدا. اي بقى، يلا سترايك. فخلونا نشوف يا جماعه ايه السؤال اللي احنا محتاجينه، يعني محتاجين نجاوبه على الاخ جارزينيو، نادي سابق هو لعب فيه. انت كده بتضايقني سيدي عجله الحظ. جارزينيو ده من اللي هم من ايام الفراعنه تقريبا. لو جينا نقول جارزينيو مثلا لعب في نابولي، لا، ايه اللي هيوديه نابولي؟ زمان الكره ما كانتش يعني عالميه قوي كده زي دلوقتي يعني. زمان كان مثلا مارادونا بحاله بيلعب هو بقى في نابولي وبوكا جونيورز والحاجات اللي هي دي. بس ثواني، جارزينيو لعب مع بيليه، يبقى هم اكيد كانوا سانتوس. اي بني ادم برازيلي محترف عدى على سانتوس، الف به كوره معروف. اخوان نتاكد من معلومه الواحد، اصل معلومات انا ما بحبش اطلع كل حاجه مره واحده، احنا عارفين يعني. جارزينيو بلاي فور ايه؟ سانتوس اف سي. ادينا يا ابني الاجابه الله يكرمك. ايه ده يا جماعه، ده يعني ايه جارزينيو ما لعبش لسانتوس؟ وايه الصوره دي، هم كانوا مشغلينه حكم ولا ايه؟ من الواضح يا جماعه ان معلوماتي الكرويه اخطات هي المره دي، بس شوف الزمن، بولتكس بقى بيخطا في المعلومات الكرويه، ما دي من علامات الشيخوخه يا جماعه. انا هعمل ايه، ما انا بني ادم وبكبر برضو، انا هفضل طول عمري يعني انا دفتر مخي. المهم يا جماعه، خيرها في غيرها. النادي الذي بعده، دعونا نرى. بسم الله الرحمن الرحيم، نادي غالبا بلا هويه، فيانورد سبورت كلوب. انا ده بالنسبه لي لوجو شوكولاته، انا عشان نبقى في الصوره يعني. دي شركه شوكولاته هابطه، ماشي، اللي هو يعني ايه مش عارفه تسد مع الديري ميلك والجالاكسي والحاجات دي. بعد البحث والتدوير يا جماعه اكتشفت ان عندهم لاعب عنده 99 بيس اسمه يانكوبا منتي، نزل له كارت تيم اوف ذا ويك 99 بيس، وعنده 99 اجيليتي و99 بالانس. إيه هو ده الطيب بتاعه. تعالى عم منتح، تعالى، 87 ريتنج، 45000 كوين، حلوين، رايت وينج لطيف، 99 بيس. نعوض بقى، نعوض فرق البيس اللي احنا ناقصناه في جارزينيو ده. فبسم الله الرحمن الرحيم خلينا نشوف السؤال اللي احنا محتاجين نجاوب عليه عشان ناخد اللفه الزياده يا جماعه. باك 100000، بكل بساطه هفتح الباكج دي واللي تسوى حوالي 100000 كوين، ولو طلع لنا لاعب من نفس النادي هقدر اخد اللفه الزياده، لو ما طلعناش لاعب من نفس النادي اللي الواد ده بيلعب فيه خلاص كده. فهي دي الباك يا جماعه، مكتوب ان هي هتدينا 25 بني ادم منهم 2 فوق ال 86 ريت بالعافيه. فبسم الله الرحمن الرحيم يعني
نشوف بقى يعني، يمكن يطلع لنا حد ويحصل معجزه من النادي اللي هو الهراء ده. تمام، لبسنا في توني كروس ده مبدئيا كده ماشي، دي دبل ووك اوت. هل هيطلع حد من الفريق؟ يبقى تعالى قابلني يا عزيز. مش ايوه كيميتش، شكرا. طموحنا بقى لو طلع في حد فعلا. الفريق الهراء حتى الان انا مش اهو الفريق الهراء اهو، هو ده صح ولا ايه؟ استنى، الفريق اسمه ايه؟ ايوه هو في نورد جالاكسي ديري ميل كده. يا نهار ابيض، بني ادم من الفريق الهراء اخوان. كده احنا معانا لفه بقى نقدر نلفها في اللي جاي ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، النادي اللي بعد كده معانا هيكون الاتحاد. ماشي هو على الاغلب مش كريم بنزيما، يعني احنا نفسنا في كريم بنزيما، هو اجمد لاعب هناك، بس يعني مبدئيا يعني بالمخ كده السرعه مش بتاعته يعني. ليتر. طب اخوانا بعد البحث والتدوير، اسرع لاعب موجود في نادي الاتحاد جوه اف سي 24 هو الاخ فواز الصقور. هم غالبا كاتبينه كده بس يعني بالمخ كده غالبا اسمه فواز الصقر، ده توقع مني معرفش انا يا جماعه ماشي، ولكن هم ايه عاملين فيها انجليش وكده. الكارت بتاعه سيلفر 92 بيس بس هو 66 ريتنج، فنعتذر منه. تمام، وهنستخدم اللفه الجميله بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب نادي قوي نسبيا. يعني اروح من الاتحاد تجيبوا لي الهلال هنا؟ ما هي هيطلع برضو حد سيلفر يا جماعه، مستحيل نيمار يبقى اسرع بني ادم هناك. طب يا اخوانا اتضح لنا ان اكتر لاعب عنده بيس في اف سي 24 في نادي الهلال هو الاخ مايكل ريتشارد ده اللي هو البرازيلي، ولكن النسخه دي اللي هو ال 95 بيس للاسف كانت اس بي سي وانا ما عملتهاش، فبالتالي مش هنقدر نجيبه، وللاسف لبسنا في الكارت الجولد بتاعه 77 ريت، فرق 2 بيس بس 94 من 92 عن مالكم اللي احنا لو كان هو بقى كان يبقى احسن بكتير، ده عندنا وعاملينه من زمان ويعني طاقته احسن بكتير، بس يعني تمام. تعال يا عم مايكل اتفضل، انزل كده ليفت وينج ولا اقف لك اي حاجه، ان شاء الله هنبدلك. بس هو 94 بيس يا جماعه يعني مش وحش برضه، وطوله 5'5". يا نهار ابيض قد كده، والدريبل عنده حلو يعني ممكن يفيدنا. ورينا بقى السؤال اللي هيطلع لنا. ماشي، هيطلع لك دلوقتي اتولد في اتفضل نادي سابق. هل ده بالله عليك انت تعرف مين ده اصلا قبل ما يروح الهلال؟ لا حول ولا قوه الا بالله، نادي سابق انا بقى ده بجد انا معرفش هو مين، معرفش مسيرته، معرفش هو عنده كام سنه، هل ده اول نادي يعني، هل هو نشا في الهلال ولا هو يعني ما فيش، ولكن الحبكه الكرويه بتقول ان بني ادم برازيلي محترف بره يبقى عدى على سانتوس معروف. انا بعد البحث والتدوير هم كاتبين كل حاجه عنه الا هو لعب فين قبل كده، يعني كل اي معلومه عايز تعرفها موجوده الا اللي هي بقى لعب في سانتوس ولا، ولكن على الاغلب ما لعبش يا جماعه، دي الانديه اللي هم بيقولوا ان هو انتقل لها، فلامينجو، الهلال، حمدي، فلامينجو تاني، حمدي، فلا مسيره مشرفه فعلا. ورينا يا ابني النادي اللي بعده بيقول ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، ادونا باريس بقى، ادونا باريس ولا حاجه تحترم كده. ماشي، ارسنال اعتقد ان هو كويس، اتوقع اسرع لاعب في ارسنال ممكن يبقى مارتينيلي مثلا، او لا ساكا، صح ساكا هو اسرع بني ادم هناك، ولكن يا جماعه كاي هافرتس سابقه، لان كاي هافرتس نزل له كارت تيمو ذا سيزون عنده 94 بيس، وده احنا عندنا يعني موجود في الفريق وعامل مليون كوين اصلا، فعايزين نلعب بيه ده الاخ كاي هافرتس عندنا. اتفضل احنا حتى الان التشكيله يعني مش وحشه صراحه يعني. وريني يا ابني السؤال بيقول ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، ايه ده لون شراب الطقم الاول؟ الله الله على الاسئله. طيب الطقم الاول اللي هو غالبا الاحمر، فانا بس في يعني متلخبط بين حاجتين، تيشيرت احمر يبقى لازم يبقى الشورت ابيض، الشراب بقى ابيض ولا احمر؟ لانه ينفع يبقى الاثنين هيبقى لايق. انا لازم اجاوب السؤال ده قبل ما نروح نشوف الاجابه يا جماعه. انا يعني رايي ماشي من باب الستايلينج كده، يعني ذوقي بيقول ان هو لازم يبقى ابيض ماشي، لو بقى احمر هيليق يعني ينفع يبقى احمر طالما في البتاع اللي هي البيضه في النص، بس يعني لو ابيض ممكن يبقى اشيك شويه، فانا هقول ابيض يا جماعه وامري لله. كتبنا ارسنال هوم كيت. بسم الله الرحمن الرحيم، ايوه من على موقع ارسنال الاصلي اهو، الشراب بقى اخو اهو يا فندم ابيض اهو، ايوه ارسنال هوم سوكس الجورب لون ابيض، احنا في السليم كده. يبقى احنا اللفه اللي جايه دي نقدر نلف كمان لفه في حاله ان هو طلع نادي بلا هويه حبتين ثلاثه اربعه خمسه. يلا يا جماعه هنلف مع بعضينا، تنفذنا اللفه سريعا الحقيقه بس تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، حاجه بقى تحترم بقى، حاجه تحترم ماشي. نيوكاسل هو كان احسن خيار بين اللي حواليه يعني فاهم، في بورتو وسانتوس وجالاتا
سراي وحاجه تقلب. اسرع كارت موجود يا جماعه من نيوكاسل في اللعبه هو كارت هارفي بارنز. بارنز ده عارفه من ايام فيفا تقريبا 21 او 22 بس غالبا 22 ولا 21 مش فاكر بقى بصراحه. هو كان بينزل له كروت ساعتها. تعال عم بارنز عم موجود يا جماعه ب 45000. ما اعرفش بيقف بتقف سترايكر ولا بتقف ايه. استنى كده ما بيقفش يا جماعه سترايكر. لا يبقى تفضل انت بقى يعني فاهم اركن لنا او خليك واقف انت سترايكر عقبال لما نبقى نشوف حد. نجاوب بقى على اسئله, نجاوب على شويه معلومات كرويه كده لو سمحتوا. ترتيب الموسم اللي... ايه ده ترتيب الموسم الماضي. حلو السؤال ده, حلو. واي عيل صغير يقدر يجاوب على حاجه زي دي. فحد يشوف لنا عيل صغير بقى الحقيقه عشان مش مفيش. والله هو بالفكاكه الكرويه كده نيوكاسل يعني مش ملط ومش جامدين ماشي. فهم توب 10 مثلا يعني بالكتير توب 12 ده رايي الشخصي. ينفع طب اقول يعني بين ثلاث مراكز؟ ما هو انا مش حاوي يعني مش ماشي. وحاوي هنا تعني ساحر ماشي, ده معناه هنا في مصر ماشي. عشان شفت كومنت قبل كده والله لسه جاي في دماغي دلوقتي, قال لي حاوي دي في مش عارف بلد ايه كده تعني شتيمه. واحنا طبعا فاميلي فريندلي جدا. اخرنا كان تبا للسير اليكس بترجمه ام بي سي 2 بس مش اكتر. فاحنا نقول ثلاث مراكز يا جماعه. انا شايف ان هم من 6 ل 9. ايوان من 6 ل 9 فعلا. يا رب يوصل. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الدوري اهو, الترتيب اهو يا جماعه. ترتيب الله ينور طلعوا السابع. والله العظيم بالحب الدنيا تمشي. اهم بكام دول نقطه؟ 53 نقطه. انا مش عارف هم يعني ايه هم سابقين تشيلسي الحقيقه. وايه الجدول ده؟ واستون فيلا ايه اللي في الرابع واحنا ايه اللي ايه ده كده يا جماعه؟ احنا معانا لفه ماشي. طبعا احنا عالم بتعرف تجاوب واللفات كتير باذن الله لو سمحت بقى يعني. ما طب ليه مكان حواليك اتلتيكو مدريد واليونايتد بس؟ لا ثانيه ممكن يبقى اسرع لاعب هناك دي ماريا. دي ماريا لسه نازل له كارت توتس انا ما شفتوش بس هو غالبا دي ماريا يعني. حلو. للاسف يا جماعه رافا هو اللي طلع اسرع كارت هناك. يا خساره. رافا 95 بيس بينما دي ماريا 92 بيس يا جماعه. ولا احس كده بقى يبقى هنلف اللفه اللي هي الثانيه. معلش اسمح لي احنا مش يعني ايوه ايه غالبا مش كريستيانو. احيانا يا جماعه احيانا رافا بيبقى هو الحل يعني, بيبقى هو مشروع الفوت شامب ده احيانا. اسرع لاعب موجود من النصر ساديو ماني. لا بيبقى هو ده, احنا كده بنتكلم في المظبوط. ساديو ماني 94 بيس. عندنا يا جماعه ساديو ماني في منه نسختين ولكن احنا هناخد النسخه الفايف ستار سكيلز عشان ننبسط شويه. اخ 93 معرفش بيقف سترايكر ولا لا. بيقف سترايكر ماشي. هو كده مش هيربط مع حد يعني بس خليه واقف. ايه بقى السؤال ده؟ احنا حاجه نحب نعرفها جدا. ما هو اللقب؟ لقب ايه بقى حضرتك؟ ما هو يعني اللي انا اعرفه ساديو ماني انا ما اعرفلوش لقب يعني غالبا ملوش. بس لو ليه هيبقى ايه؟ لو قلت حاجه دلوقتي يعني لا سوف نقع تحت بند العنصريه. فما لا يعني ما اخري مثلا الاسد الافريقي او الافريقي على طول من غير الاسد بحيث اللي هو تيري تيري ريري ده. ما هو لقب ساديو ماني؟ كما حقق لقب هداف الدوري في موسم 2018-2019 في العام نفسه. ايه يعني جاب الهداف مره خلاص بقى ده اللقب بتاعه يعني هداف الدوري خلاص كده؟ اهو بيقول لك الجزيره نت ساديو ماني قصه اسد عصامي وملتزم دينيا يحلم بلقب امم افريقيا. انا قلت ايه؟ قلت الاسد الافريقي. الافريقي دي بونص من عندي انما انا قايل الاسد يبقى احنا محسوب لنا. يلا لينا لفه كمان يا اخوانا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي يعني سادتي اضغط لايك عايزين مشاهد. حلو 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 بس برشلونه لا ينور. مش هنلف يا جماعه عايزين برشلونه. وتوقعي ان اسرع بني ادم موجود في برشلونه دلوقتي ممكن يبقى معرفش الحقيقه بقى انا مش عارف. ممكن يبقى امين جمال الاخ لا يعني اكيد مش حد من خط النص. رافينيا مثلا ممكن رافينيا يعني اتاكد. اسرع بني ادم موجود في برشلونه يا جماعه في اللعبه هو بالدي عنده كارت فيوتشر ستارز 97 بيس. يا نهار ابيض احنا هنطير بيه في الفوت ده. الاخ بالدي موجود ب 350000 ينضم معنا للتشكيله. بيقف رايت باك. ايوه بيقف رايت باك يا جماعه. حلو ده 97 بيس نشيك مع بعضينا. طاقته حلوه جدا كمان عنده عرضيات حلوه وبتاع. لا جامد يا عطنا السؤال ارجوك
الغريم التقليدي يا لا صعب السؤال ده صعب ادوا سيبوني شويه افكر اصل هقول يعني احنا ك يعني الناس خبيره كرويا بيبقى مخنا مش دفتر فبنضطر نستغرق بعض الوقت لاسترجاع بس المعلومات يعني ايه تفتكر هل هو مثلا اتلتيكو مدريد هل هو ريال بيتيس مش عارف هيوم بيتيس ولا لا ولكن دي نتركها للجماهير هل هم ريال سوسيداد ام هم ريال مدريد وده الاحتمال الاضعف اما شارع مدريد يا جماعه خلاص بقى وهز العظيم مشاهد انت عارف ان انا يعني فاهم اجابه من نفسي يا اخي الله بمط فيها شويه احنا هنجاوب كل يوم ولا ايه هكذا نكون معنا لفه اخرى بسم الله الرحمن الرحيم ادونا باريس معروف ايوه اوفي اوفي بقى اركني 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 باريس هي عجله يا لعيبه بولتكس لعيبه ما تطلعش من بقى واحد اللي عايزين انا مش عارف اخد انا موناكو ده انا ماليش في الحركات دي انا ادونا لو سمحتوا انا عايز موناكو على فكره موناكو انا بحبها على فكره انت ايش انت ايش عرفك يا اخي هي البرازيل عملت فريق ولا ايه لوتون تاون تحسه لوجو علبه سجاير طب اخوانا هو اسرع بني ادم عندهم هناك هو الاخ موريس ده كان كويس ولكن احنا هو مش موجود تقريبا في السوق اللاعب اللي بعده على طول هو الاخ اوجبني ب 94 بيز برده بس برده مش موجود في السوق فعندنا بقى اوجبني ولكن اللي هو السيلفر حضرتك ب 91 بيز حسبي الله ونعم الوكيل الله الله 300 كوين ايه يعني في الجو تعالى يا اخويا حركه تستريح بس شويه كده عندنا على الدكه الغريب ان هو بيقف سترايكر وبيقف رايت باك فانت انت مش فاهم ايه ده يعني رايت باك ايه اه هو خلط بس مش خلط قوي هو كان مشروع خلط بس يعني قلش منه الحقيقه بس تمام يعني عادي دعونا نرى السؤال نادي سابق يلا يا جماعه معناش لفه معناش والله احنا لسه هنحاول نادي سابق ايه ده احنا انا مش عارف النادي الحالي انا ما اعرفش مين لوتون تاون ده شغلنا يا ابني عجله الحظ دي يا رب تقف على حاجه نظيفه بقى ايه يا جدعان ايه ده الهبل ده هي ما هي واقفه على فرانكفورت اهي ايه ده النصب ده هي بجد واقفه فين انا اتعميت ولا ايه ما انا شايفها فرانكفورت اهي يعني ليه الاخ جوناثان بامبا كارت 91 بيس وينتر وايلد كارد غير متوفر في السوق عشان هو كان هيبقى حلو فبعد كده عندنا الاخ اسبس ب 91 بيس ده متوفر بقى في السوق تعالى يا عم اسبس ولا كان اي حاجه حصلت فداك يا عم ال 500 كوين الفرق حضرتك هتقعد على الدكه بقى الحقيقه لان انا مش هطلع الناس اللي قدام دي ولا انت اقوى من استنى كده تقط لا ماني يلعب حضرتك يا اما نطلع بارن اه ده كده معقوله شويه بص احنا نوقف اسبس قدام ونخلي ايه الاخ ده شمال كده مقبول شويه تعالى نرى السؤال اللي احنا ان شاء الله اذكر خمس لاعبين من نفس الفريق طيب بامبا ماشي عشان ده لسه طالع لنا يلا انا خلصت ده كان الحقيقه كل ما احتكم عليه من معلومات داخل هذا الفريق فكده خلاص معناش لفه يا ريت تقف على حاجه نظيفه حسبي الله ونعم الوكيل انا هقول ايسكو ده فاهم طموح اوعى بيلرين 94 بيس انا لسه واخد بالي ده حلو ده لو لقيناه يبقى جميل ده كمان الكارتين بتوعه يا جماعه هم اعلى اتنين فلو ما لقيناش اللي هو البرد دي اللي هو اعلى نسخه هناخد اللي هي اليوروبا للاسف يا جماعه الاخ بيلرين مش موجود منه غير النسخه الجولد ما اعرفش ليه الحقيقه ولكن تمام يعني كده كده احنا معانا النسخه يعني بتاعه بالدي الحلوه فده مش هيوقف يعني خليه على الدكه مش مشكله بصوا يا جماعه المنظر الحالي للتشكيله كويس ولكن في مراكز يعني هنظلمها زي حارس المرمى قلب الدفاع الكلام ده فدول هنعمل لهم سبينات لوحدهم دلوقتي وهنبتدي مركز حارس المرمى بسم الله الرحمن الرحيم يا رب السيتي انا شايف السيتي ايوه لا اله الا الله طب اخوانا الموقع مطلع لنا ان اعلى كارت في نادي ليل في حارس مرمى عنده بيس هو الاخ لوكاس شيفورلي ده فاحنا تمام ده 87 ريت اصلا حلو تعالى يا حاج شيفورلي اتفضل معانا للتشكيله هو حارس وخلاص بدل ما كنا نلبس في بني ادم جولد يعني دلوقتي هنخش على السي بيز او قلوب الدفاع ويعني بالنسبه للاسئله فخلاص دول اصلا يعني لفات اكسترا فمالناش ان احنا ايه نلف كمان مره برايتون ما اعتقدش اصلا في مدافع يعني عدل في العادي في برايتون عشان يبقى سريع كمان الاخ لويس دانك عنده 80 بيس ماشي بس يعني هو كام ريتنج 85 شغال ما بيقولش لا ياه نسخه واحده وفاضل لها 6 دقايق يا محاسن الصدف خش كده يابا احنا كده عندنا اخر بني ادمين 2 يا ريت حد نضيف بقى بالنسبه لتاني سي بي معانا دعونا نرى من ايوه لا والله عيب بقى عيب تمام يا جماعه انا مش عارف بنفيكا دي يعني عايزه مننا ايه الاخ اوتاميندي التوتس ده حلو ده عنده 85 بيس يعني
شوف بيقول ايه. الاخ اوتاميندي موجود ب 25000 ينضم معنا لتشكيله. وبكده يعني احنا في بني ادم واحد بقى محتاجينه في النص. انا هعمل اختراع من عندي ماشي، وهوقف الواد السيلفر ده ماشي. ايه ولا لا بلاش الواد السيلفر، نوقف بارنز ينفع خط نص يا جماعه. انا بس نركن العيال دي بره عشان نشوف الريتنج هيوصل كام عشان ما يتنصبش علينا. بس ايوه الريتنج 89. هنبتدي 1-0 يا جماعه. لو خسرنا بقى الماتش هنعمل كويك سيل للاعب عشوائي من دول، يمكن يبقى كائن بمليون ولا حاجه. التشكيله يا نهار اسوح زمانه عمل فرح لما شافني بلعب ببارنز والواد الجناح ده خط نص. كابتن ساديو يتقدم. كابتن اهي روح اهي ضيعنا الهجمة بايدينا عادي، لاننا ضامنين ان في هجمات جاية ان شاء الله. السلام عليكم. عرضية بقى ودي. الله الله يا جارزيني. ايوه ارمي. ايوه اهي. طب والله حرام اللي العيال دي بتفنش كده ليه. يا لهوي. الحمد لله. اجري بقى. خد ما فيهاش حاجة عشان قبل خط. روح كابتن اسباس. خد دي. ممكن برضه. 1 2 3 4 5. اهي بقى يا اخي. استنى يا عم انا نسيت اجيب لك الجول بتاعك. استنى خد يعني ماشي 1-1 رغم ان احنا تعبنا فيه يعني، بس اتفضل يعني. كابتن انت عرفت الخبر النهارده؟ الكونجرس بيوزع بلح. طب عرفت ان جاستن بيبر طب اسلم ولا ايه يا كابتن؟ لبسناه الحمد لله. بص جارزينيو فتح، تقوم مدي البلد دي تلعب تحط. شكرا. عديني. طب هافرتس اتفتق. طيب 1-2 ارمي بقى يلا جول. الله. ايه يا كابتن مالك؟ انا مقدر الصدمه ان انا موقف جناحين في خط النص وكسبانك. عادي خد يا ده. ما اقول لك ايه، هدي اللعب. وايه العرضيه دي اصلا؟ من امتى في ميكانكس كده في اللعب؟ طب لا العب ده، انت هتطحن دلوقتي. انت سوف تطحن على الهواء مباشره. يلا يلا جارزينيو يا روح جر. ايوه اهي. شفت يلا؟ شفت ولا ما شفتش؟ انا حابب اطلع من الشوط الاول فرق جون. معلش دي عادات وتقاليد عندنا. على حته لا دوست لايك ولا ايه الدنيا؟ ايدك معانا كده عشان الواد غتت بصراحه. هو الكابتن ابو 99 بيس ده، احنا ما شفناش 99 بيس خالص ولا اي حاجه كده. حلوه قوي بقى دي. انت اصلا واقف وينج يمين فبتلعبها اوتسايد بشمالك على البعيده. عبقري ابن اللذين. بص دي 1 2 ماشي. حتى الان الدنيا مظبوطه حتى الان. ايه روح يا سلام عليكم. خلاص بقى سلام عليكم بقى، ما اتغتتش. سلام ايه؟ تحت فوق تحت. ثانيه واحده كده يا كابتن معلش. روح يا ثانيه واحده ثواني. روح يا. هو ايه مش راضي يروح ليه كده يا جماعه؟ ايوه ابتدى يروح اهو. ابتدى. حرام. كابتن هافردز اهي. حلو قوي بقى. بس انا اول مره اعرف ان المربع عندي بيرجع الكره تاني لصاحبها. يعني انا كان نيتي الحقيقه اني اسدد، ابي اشوط يعني. ما ادري والله ايش اللي هو ده. ايه ده يا جماعه؟ ده جول ده ولا ايه ده؟ يلا كابتن هافردز اهي. حلوه المره دي بقى. نلعب واحده خارج المنطقه ونلعب واحده داخل المنطقه ونروح وبشمالي ايه في البعيده يا باشا. حلوه. لا ماني هو ماني اش ولا جماعه ولا دي جت معاه بالحب ولا ايه؟ دي رايحه ناقل بول باي في الحقيقه. كابتن يعني باقي 7 دقايق بس الحقيقه، وانت موقف ال 17 بني ادم ورا، فمعلش بقى اسمح لنا يعني. ده شويه 99 بيس كده يا كابتن بيبقى مفيد جدا على الخط في الاوقات دي الحقيقه. معروفه 99 بيس على الخط لما بتكون ايه في اللي هي الحالات دي يعني. ايوه كده
كده اهو. بس يا فندم معروفه معروفه دي من زمان. وده انت يا جماعه مباراه نتيجه 5-3. ولو حابب تتالق مثل ما تالقنا في فيديو النهارده اضغط على الفيديو ده، احتمال يعجبك يعني. سلام عليكم.